هلا رح نشوف حبايب النجمة شيرين شيري عادل شو قالوا مع حسين الطالب. وحدك حبيبي وقمر الزمان، قربك نصيبي وبرك أمان. ليكي طبعا موقف كوميدي شوية بالنسبة لي، يعني في انك بتجيلي في اخر لحظة قبل المهرجان بيوم او بيومين، بتيجي تقول لي يا عمرو يلا نلحق نعمل فستان وحاجات كده كتيره يعني، بس الحمد لله بنتوفق مع بعض وبيطلع الحمد لله شغل كويس جدا. طبعا احنا الحمد لله بقالنا اخوات واصحاب بقالنا سنين كتير جدا. طبعا لينا موقف كوميديه برده كتيره قوي مع بعض، اكيد مش هقولها دلوقتي في البرنامج، بس بجد حبيت اقول لك ان انت انسانه طيبه جدا وكل الناس بتحبك وربنا يديم عليك المحبه دي. احنا عرفنا بعض من تقريبا واحنا عندنا 4 سنين، من يوم ما دخلنا المدرسه وعشنا مع بعض كتير قوي، ومن يومها واحنا اصحاب لغايه النهارده الحمد لله. من ساعه ما دخلت مدرسه كانت بتجيب معاها رز وملوخيه وفراخ، ومره تانية 50 علبه كشري للدفعه، وكان في حاجات كتير كده وقصص كتير هي ممكن تقعد تحكيها لكم. طبعا بغض النظر عن يعني موهبتك الفظيعه وتمثيلك الراقي وادائك الحقيقي جدا، واللي انا بغض النظر عن ان انا يعني ان احنا اصحاب واخوات وكل الكلام ده، I'm a very big fan of يعني your acting وطريقتك وتمثيلك، عشان بجد بحس ان هو بيوصلني جدا وحقيقي جدا. انا عايز اقول بس حاجه تانية عنك كان مفيش ناس كتير تعرفها، انا عايز اقول لكم يا جماعه ان شيري بتترعب من الحقن، يعني لو جبت لها سيره الحقنه بس، او جبت لها سيره ان هي مثلا لازم يعني تاخد حقنه عشان اي سبب، ممكن تفهم يعني تعمل اي حاجه عشان ما تاخدهاش، وهتدور على 20,000 طريقه و20 هتكلم، بص هتقلب الدنيا عشان ما تاخدش الحقنه. فطبعا انا عصرت الموقف ده مره قبل كده، ودي كانت حاجه طبعا من اكتر الحاجات اللي ضحكتني في حياتي عامه، ومن الحاجات اللي ما كنتش اعرفها عنك اصلا واكتشفتها، فدي حاجه من الحاجات اللي بتضحكني جدا عنك. اسمر منام زيك يا ملوخيه في المدرسه، مش مصدقه ازاي نازين تقول كده، بس حسابي معاها لما اخلص. تاخديها ازاي الملوخيه على المدرسه؟ مامي كانت بتعمل لي علبه كده بلاستيك فيها رز وملوخيه وفراخ، انا بحب افطر طبيخ. انا شايف كتير فنانين بياخدوا معهم اكل طبيخ. تروح على المدرسه بالملوخيه بالحقنه. رامي عاشور بطل العالم سكواش، وهو بيغني دلوقتي صوته حلو قوي، بيعمل اغاني حلوه قوي، يضارب على وليد. يضارب على وليد؟ لا طبعا، لا معلش يا رامي، لا انا ممكن الحنه اتعلم منه. ممكن الحنه بالعكس. يا ريت، ده ليه الشرف والله. رامي صوته حلو قوي، وهو صديقي جدا من زمان وإحنا صغيرين. عمرو سعيد كمان هو الفاشن ديزاينر بتاعي، بلبس الفساتين بتاعت المهرجانات والجوائز كل حاجه. بتاعت مين ده؟ لا ده انا، ده بتاعي.